مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. في 18 أبريل عادت فرقة رايز التي طال انتظارها بأغنية المنفردة الجديدة Impossible، والتي سيتم تضمينها في ألبومها المصغر الأول القادم رايزين. بعد وقت قصير من إصدارها صعدت الأغنية إلى قمة العديد من المخططات المحلية في كوريا، حيث وصلت إلى المركز الأول في أحدث مخطط لميلون للأغاني التي تم إصدارها خلال الأسبوع الماضي، وتريندين ميوزيك على اليوتيوب، ومخطط فايب للموسيقى الرائجة في الوقت الفعلي. صعدت الأغنية أيضا إلى المركز الثالث في مخطط ميلون هوت 100 للأغاني التي تم إصدارها خلال آخر 30 يوما، ومخطط باكس للوقت الفعلي، بالإضافة إلى المركز 26 في مخطط ميلون. وفي الوقت نفسه وصلت أغنية إمبوسيبل إلى المركز الأول في مخططات آيتونز للأغاني الأكثر رواجا في تايلاند وفيتنام ومنغوليا، ودخلت المراكز العشرة الأولى في 9 دول مختلفة بما في ذلك اليابان، فنلندا، إندونيسيا، تايوان، ماليزيا وهونغ كونغ. بالإضافة إلى ذلك وصلت الأغنية إلى المركز الثاني في مخطط بيك ترند الخاص بكيو كيو ميوزيك في الصين، والمركز الثالث في مخطط لاين ميوزيك لأفضل 100 أغنية في الوقت الفعلي في اليابان. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيويغاسيو كومسامنيدا.